الرشد أيضا شرط لصحة البيع. إنسان السفيه إذا باع هذا ممكن الناس يعني يغشونه لأنه سفيه، وكان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحسن البيع والشراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء يشتكي للنبي قال لا أحسن البيع والشراء يا رسول الله، قال قل إذا بعت لا خلابة. لا خلابة يعني لا أحد يغشني، أنا ما أفهم في البيع، لا خلابة لا أحد يغشني، فإذا غش له أن يرجع في البيع لأنه بين لها أنا لا أعرف في البيع. وأنا أذكر أحد إخواننا لم يكن صغيرا في ذلك، كان عمره قريب من 20 في ذلك الوقت، كان يذهب إلى الدكان في ذلك الوقت ويشتري منه، يقول أرجوك رجع لي الباقي صح ما أعرف ترى، يقول ما أعرف، لا تضحك علي لا تسرقني، يقول رجع لي مالي صح، ما يعرف يحسب المال. فالقصد أنه لابد أن يكون البائع راشدا والمشتري أيضا راشدا. أما السفيه فلا، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لماذا؟ لأنهم لا يحسن التصرف، قد يبيع ما قيمته 100,000 ب1,000، وقد يشتري ما قيمته 1,000 ب100,000. لماذا؟ سفيه، بس مجرد يضحك عليه بكلمتين هذا ترى شيء كذا وكذا وكذا وكذا، يصدق لأنه سفيه ما يحسن يتصرف بالمال، فهذا لا يصح بيعه إذا كان سفيها. إذا من شروط صحة البيع أن يكون البائع وكذا المشتري أن يكون راشدا، راشدا يعني يعرف أين يضع الأمور.